يا شباب نعمل لك التسنيش نستخدمهم شكلك يوم بعد والله سيب هذا الحكي والله هذا الحكي كله حلو ايش بلا تكرمش عليه ولا يلا يلا بتردهم بتردهم يا جماعه شفتوا يا جماعه يا خساره كرنج يا خساره كرنج الانترنت فيه بدنا نصور على اخت مو فلوجز بدي اقول صار لنا صور احنا نفس كنا فيديو يلا يلا اخوي يلا خلينا والله تفضل والله حلو يلا والله حلوه يلا تعال دقيقه شوي تفضل 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 انت الله يسعدك احنا استاخذ الفريم هيك على الحيط ايوه احلى شكرا لك لمسات رجلي اخوي لازم يخرب بيتك كانت جبهتك نص الشاشه ما السلام عليكم اليوم نحكي عن مو فلوجز واخته الحلوه الناس الشباب يحبوها اليوم يوم كثير مجنون لا لا اليوم يوم مجنون. كثير الله عليك صراحة مو فلوكس يعني أشقر ان شاء الله عليهم كلهم حلوين الله يزدك أخوة حتى اللي على اليمين مغري عليك شهر اليوم ميول الشباب وفاتنا لا اليوم أحسن فيديو في الهاغنات كأنه بيسان نصحاني كنت شكست عليه أنه بيسان نصحاني لا ما رجع عليه انت خاطب يا اخوان عم بقولكم نصحانين بيسادها عندي تحدي بس هاد تحدي كتير والله عن جد انا بحكي شو بيساد هاي ايدها ولا فخدتي لا اسمع هاي عشان الكاميرا بتكون تكبر اه صح وايد انجل انا اسف بيسان شايف ايده هذا هذا بيعمل هذا زي متاجك تحدي عشان التاتو يا جماعه عشان ايديها تاتو ما اسد في اسد يا جماعه انتوا ما شفتوا الاسد اه صح يا اسد هاي ود كثير بس دقيقة ممكن شوي بالله اشي خارج الموضوع قول لي اخوي هلا هم انس وبيسان عن جد خاطبين ولا بتخوتوا؟ في علاقة ليش في علاقة؟ خلص يا جماعة الله يوفقكم انا بعتذر منكم ان شاء الله الله يخليكم لبعض خلص كمل مالك شو صار فيها هو لانه انا خطبت صاير فما بحب حدا يتخوت على علاقتي فاهم؟ على الريليشن شيب بس هم اتجوزوا واتطلقوا واتجوزوا كانت حامل مرة واتطلقوا يا سيدي اذا عن جد انا بالنسبة لي انا بحكي باسم ناجي القاع اذا انتم بتحبوا بعض الله يوفقكم تمام؟ رجالي اختموا مابي مسخرة تحدي اليوم حبايب مش عارف هذا ايد بيسان باي وتراي ولا هي نصحاب شفت شو عمل معاه؟ قلبك يا الله يا الله انا ما اشوف يا حوي تعالي اسد والله متوحمة على الامه تعال الله يا الله انا شفت شغل انا هذا الزلمة صقر يا زلمة استغل الفرصة عشان اسد اجى عشان يحضر انس والله صح والله طلع يا زلمة صح انا خويه انا بلشت اخاف شفت شو عمل معاه؟ شفت شو عملها بالروم؟ مالك حبيبي يلا 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 انس اوه انس لا خايفة علي يا عمري خايفة علي انا خاطب عشان لو كل انس ياكلهم مع بعض لانهم مع بعض حتى في الموت يلا يلا تفضلي كيوت يا الله محلاهم كيوت حكيت جملة بالفيديو انا داخل بس يا اخي بحس انس بيشبه بيسان في شبه صح اذا انت شايف زي بيسان مشكله هاي والله
بشبه بيس... ما بشبه بيسان؟ ما بشبه بيسان. ركز منيح، طلع بيض. أنس أحلى، أنس أحلى. إيه. شملة واحدة. خبرتكم يا جماعه، شو معنى انا لحالي اللي هون؟ اي عنجد يا اخوان احترموا حالكم، خلينا محترم، احنا جايين نشوف اخت الزلمه من برا. خش يا زلخ. يلا ما في امل. كيوت كشكل، كيوت كاخت، كاخت طفوليه. اه كاخت طبعا. انا خاطب انس. وانس كيوت كاخ. انا انس رجل والرجال قليله. كاخ يا اخو، خاطب خاطب يا حبيبي. كاخ شو اللي خاطب يا زلمه؟ شو اللي انا حكيته هذا؟ كم اللي سمعت؟ ماجد خاطب خاطب. انا اسف. تعالوا انت بتحس. لا خليه خليه، هذا الفيديو تاعك لازم تضلك قاعد. اه لازم؟ اه هيك على فكره، هيك كلام كرنج الانترنت مع جمهور. تعالوا اقعد يا زلمه، اقعد يا زلمه. الله يسعدكم، شو المعامله الحلوه هاي؟ خشوف كل فيديوهاتك انا فيها. شو الفيديو انا؟ انت عارف في ناس مش موجود بكيف، ناجي موجود. اه ايه الهوى اللي انت خذيه؟ انت هلا ما يجي سوزا، يجي سوزا، يجي سوزا، يلا بيسان، هذا بيجي. اسد ساحب عليهم. سمعتوا بالاسد اللي قتل صاحبه بالسعوديه؟ هذا زي فقره هل تعلم؟ احكي لي يا ناجي. والله في اسد قتل صاحبه بالسعوديه، خلصت عليه. طب صاحبه مات؟ تخيل، تخيل تكون اسد، تمام؟ تخيل تكون اسد وانت في اليوتيوب، بعدين ما يصوروا يطلع صور سيلفي. ما ايش كخر. اتكلمي. طيب مو حقد اخوه. ما تحكي يعني طول عمرك في الفيديوهات. انت غبي، ما بتتكلمش بالفيديوهات. انت فكرت، تفكر ما بتحكي جد؟ قطع خرصه. لو سمحت دويكات ممكن تشيل المقطع اللي بحكي فيه. هو حشي كل شيء بتحكيه. اه ما حشي كل شيء، انت مش حتطلع بالفيديو يمكن. طلع بيسد لي فرصه. طلع شوي يعني. ده احسن من هيك ولا لا يا كزي؟ انا بلعب معك. يا عزيز عادي ضربت كيف ضربت عبد اللعب؟ انا ما عاد احسب خلص. ليش سوي روحك؟ ما بكي خلص وين راح؟ زلو هاي لقطة كثير، لقطة كثير. ما حد هو ما حدش طايقك ولا خسارة. والله بحس جد الناس كلهم مش طايقيني. طيب الفيديو كثير حلو، يلا على بيبي ان شاء الله انبسطتوا بالفيديو، نشوفكم الفيديو الجاي. بيس باي.